بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بالمحاضرة الجديدة اليوم. نحن بنكمل، لازلنا في الـ implicit intent، تمام، وتشغيل الـ activities. واضح الصوت شباب؟ دكتور شكل النت مش واضح. تمام، زي الصوت من بعيد وكأنه. لا دكتور، الصوت تمام كويس. واضح واضح يا دكتور. طيب تمام. احنا لازلنا في عملية تشغيل تطبيقات او تشغيل activities موجودة في تطبيقات اخرى، وهذا من خلال قلنا بنستخدم من خلال اللي هو implicit intent. نبعث implicit intent لنظام والنظام بيشغل لنا هاي الاكتيفيتي اللي موجودة في تطبيق اخر على نفس الديفايس، على نفس الجهاز، تمام. فاخذنا عدة امور، من ضمنها تشغيل اللي هو البراوزر، وكان بيستخدم اللي هو الاكشن فيو، تمام. وقلنا لما يكون في اكثر من تطبيق بيستخدم نفس الاكشن بنطلع على الداتا، بنبعث داتا، فهو حيعرف من خلال الداتا من نوع البيانات المرسله مع الانتنت. هنا الاكشن دايل خاص بالهاتف، كمان هنا الاكشن فيو خاص بالكونتاكت، يعني تطبيق الكونتاكت وتطبيق البراوزر بيستخدموا نفس الاكشن. لكن كيف حيميز؟ حنميز انه احنا بعتنا اوبجكت من نوع يو ار اي، تمام، وبعتنا معاه اللي هو الداتا كونتنت، تمام، بهذا الشكل. نفس الاشي هنا قلنا لو انا بدي اشغل اكتيفيتي من خلال اللي هو explicit intent، من خلال explicit intent. هاي explicit intent استخدمت نفس يعني هنا لو انا حافظ اسم الاكتيفيتي اللي موجوده في التطبيق الاخر، لو انا حافظ اسم الاكتيفيتي اللي موجوده في التطبيق الاخر، تمام، وكانت اللي هي بهذا الشكل اللي هو هنا نيو اكتيفيتي، هاي المفروض تمام. قلنا بنبعت اوبجكت من نوع كومبوننت نيم، هذا الكومبوننت نيم في اسم الباكج اللي هو الباكج اللي هي هذه موجوده، الباكج نيم كامل كومبليت اللي هو هذا، تمام، زائد اسم الكلاس، زائد اسم الكلاس، برضه اسم الكلاس بدك تكتبها زائد مع الباكج، يعني بتحط الباكج بعدين بتحط دوت واللي هو ايش اسم الكلاس، خلاص. فبتشتغل عندك اللي هو بتشتغل معاك اللي هي الاكتيفيتي. اذا انت كنت حافظ الاكتيفيتي اللي موجوده في تطبيق اخر ممكن تشغلها بالطريقه هذه، ممكن تشغلها بالطريقه هذه. هذه ست فلاج قلنا هي نفس الطريقه، انه انت بدك تعملها سنجل تاسك. اذا انت حابب تعمل سنجل تاسك فبتقول له ست فلاج انتنت فلاج اكتيفيتي نيو تاسك، تمام. هنا كمان عندنا انترنال، لو انا بدي اشغل ماي اكتيفيتي، لو انا بدي اعمل اكتيفيتي، عندي اكتيفيتي هيها موجوده الاكتيفيتي تبعتي، وبدي اعمل لها اكشن او بدي اضيفها في اكشن نيم موجود اللي هو الاكشن فيو، فبقدر انا اضيفها من خلال انه انا من خلال المانيفست، يعني هني بروح على التاج تبع المانيفست تبع الاكتيفيتي، هيها اللي هو هي التاج تبعها نيو اكتيفيتي، هنا شايفين بعمل انتنت فلتر لها وبعطيها اكشن، تمام. الاكشن هو نفسه، سوري،
تمام. الاكشن الاكشن هو هايو، هاي الاكشن تمام. اكشن فيو، بعدين اعطيتها سكيما سميتها وليد، هذه البدايه على اساس تميز. الاكشن فيو هذا قلنا بيستخدم لاكثر من تطبيق، الاكشن فيو بيستخدم لاكثر من تطبيق، فبالتالي بدك تستخدم سكيما، بدك تحط داتا اسمها اي اسم ايش ما بدك تسميها هذه على كيفك، والكاتيجوري بده يكون ايش، بده يكون ديفولت خلاص. هذول الاشياء الثلاثه ضروريات عشان انت تقدر تشغل الاكتيفيتي تبعتك من خلال تطبيقات اخرى. لو انت عندك تطبيق ومنزل على الجهاز وحبيت انه انت تستخدمه، يعني تستخدمه في تطبيق اخر، بالامكان تعمل هاي الاكتيفيتي تبعتك، تعطيها اكشن او تلحقها باكشن نيم اللي هو وليكن مثلا اكشن فيو، وبعدين تعطيها ايش، تعطيها سكيما. فبالتالي بدك تعمل اوبجكت من نوع يو ار اي وبهذا الشكل تمام. بس هذا اللي احنا اخذناه بالمحاضره الماضيه وشغلناه. اليوم طبعا بدنا نحكي عن موضوع جديد اللي هو كيف انا بدي انا اشغل تطبيق الكاميرا واخذ صوره واجيبها على التطبيق، كيف بدي اشغل تطبيق الفيديو تمام، اخذ صوره اسجل فيديو واحط التسجيل هذا في فيديو موجود عندي في التطبيق. الايمج اولا بدك عشان انت تاخذ صوره من الكاميرا وتجيبها على التطبيق تبعك بدك تكون عامل ايش، بدك تكون عامل اللي هو ايمج فيو في الاكتيفيتي تبعتك. فهي في الاكس ام ال احنا عاملين ايه هنا، ايمج فيو، هيو ايمج فيو ايش اسمه ايمج صح، وكمان عاملين فيديو فيو هيو اسمه فيديو تمام. اوكي هلا عملنا فيديو فيو وايمج فيو. طيب الان عشان نعملها نفس الشيء، ما اختلف ولا اختلف شيء عن الموضوع هذا، ما اختلفش عن المواضيع اللي احنا كيف بنشغل التليفون والهاتف والكونتاكت الى اخره، كله تطبيقات بنفس الطريقه. بدك تشوف الاكشن نيم تبعها وتحطه بالانتنت، تبعت انتنت بالاكشن نيم. هون التغيير البسيط انه انت بدك تجيب داتا يا شباب، بدي اياك تركزوا معايا. واضح سامع الكلام ولا مش سامعه؟ سامع الكلام شباب؟ واصل يا دكتور. سامعين رجاء، بس انا بدي اياك تركز في الموضوع هذا. هنا انت بدك تجيب صوره من الكاميرا، يعني انت بدك تروح وتجيب إشي معك، بدك تجيب داتا صح ولا لا، بدك ترجع بداتا. فبالتالي ما بدك تعمل ستارت اكتيفيتي بالطريقه اللي احنا كنا نعملها دائما، ستارت اكتيفيتي وتعطي لي انتنت. هون بدك تعمل ستارت اكتيفيتي فور ريزلت، في شغله اسمها ستارت اكتيفيتي فور ريزلت، يعني انت بدك تجيب نتيجه، وكانك بدك تجيب نتيجه من هذه الاكتيفيتي تمام. فبتبعت الانتنت، هاي الانتنت وهذا الاكشن تبع الكاميرا، هذا الاكشن تبع الكاميرا اللي هو لما بدك تجيبها صوره، وهذا الاكشن تبع الفيديو لما بدك تجيب ايش، لما بدك تجيب من الكاميرا فيديو تمام. بدك تحفظ هذا الاكشن طبعا زي ما بدنا نحفظ الاكشنات هذول. هذا هو، هذا الاكشن تبع الكاميرا وهذا الاكشن تبع الفيديو. الان انا عشان بدي اجيب داتا بستخدم ستارت اكتيفيتي فور ريزلت تمام، وبعطيه الانتنت، هذه اعطيته الانتنت اللي هي هذه اي زي ما بدك، يعني ممكن تحطها اي فيش مشكله يعني تمام، اي شيء بتسميه، هذا اوبجكت اسم الاوبجكت هاي ممكن تسميها اي تمام، تحطها هنا اي عادي فيش مشكله، اي اسم لك اياه اسم الانتنت. هذه هون في شغله اسمها هنا ريكويست كود، ريكويست كود هذا عشان يعرف انه هذا الكود الله اكبر الله اكبر تمام. هي الاذان المغربي شباب، بس احنا بنخلص اليوم بعدين بنروح نصلي، يعني مش هطول عليه، كل محاضره بسيطه يعني. اكتيفيتي فور ريزلت، في عندنا هنا ريكويست كود، حطوا اللي بدك اياه، 2 2 1 1 3 3 اي كود بدك اياه، اي رقم حبيته. هون لايش بيستخدم هذا الريكويست كود؟ عشان يعرف
الداتا لما تيجي هتيجي من خلال الكود هذا. يعني انت لما تتلقى الداتا اللي جايه مش بدك تتلقى الداتا اللي جايه منها، مش هون حيروح يشغل لك الكاميرا وبعدين حيجيب لك حتجيب انت تخلص، بعد ما تخلص حترجع تطبيقك صح، انت حتطلع من تطبيقك تروح على تطبيق الكاميرا، هلا بعد ما تخلص حترجع على تطبيقك، وين حترجع؟ حترجع على الاكتيفيتي هاي اللي انت فيها صح ولا لا؟ مزبوط مزبوط تمام. الان في عندك هون، عشان هنا انا كتبت هون ستارت اكتيفيتي، في عندي ميثود ايش اسمها؟ اسمها اون اكتيفيتي ريزلت. اون اكتيفيتي ريزلت هذه الميثود تمام، هيها هون دير بالك، هيها هون بتقول له اون اكتيفيتي لحالها بتيجي اكتيفيتي، شايفينها اون اكتيفيتي ريزلت، عشان انا مستخدمها ما ظهرتش، عشان انا مستخدمها تمام، عشان انا مستخدمها ما ظهرتش، مش انا مستخدمها برا الاون كرييت دير بالك، يعني هاي الاون كرييت لو انا سكرتها هاي الاون كرييت تمام، هذه برا الاون كرييت ماشي، يعني تحت الاون كرييت، هاي اسمها، هاي بسموها باك ميثودز. اليوم حناخد كتير باك ميثودز، هذه الباك ميثودز موجودة في الاكتيفيتي نفسها زي اون كرييت تمام، زي اون بوز، زي اون دستروي، هلا حناخد كتير منهم وحنقول لا ايش تمام. هذول كلهم باك ميثود موجودين في الاكتيفيتي، موجودين في الاكتيفيتي وانت بتعملهم كل، من ضمنهم هنا اون اكتيفيتي ريزلت. انت بتستخدم هذه الميثود لما ايش؟ لما بده يكون في ريزلت جاية، انت استدعيت اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتي تبعتك بس استدعيتها از اكتيفيتي، از اكتيفيتي ريزلت، استدعيتها از اكتيفيتي فور ريزلت، يعني انت استدعيتها كاكتيفيتي بدك تروح تجيب منها داتا وتيجي تمام. فبيجيب لك الداتا اللي انت جبتها، هاي الريكوست كود، هاي ريزلت كود تمام، وهنا الانتنت واسمها داتا، هنا الداتا اللي جايه، الداتا اللي جاية هذه المفروض جاي إيش معها؟ صورة. طب كيف أنا بدي أعرف؟ أنا سميت الكود هنا إيش عشان تميز بس وين الأونكريت، وين راحت الأونكريت هيا تمام، بس عشان نميز طلع شو الكود اللي أنا حطيته هنا، ثلاث ثلاثات خلاص. طيب هنا قلت إذا الريكوست كود تبعي ثلاث ثلاثات إذا الريكوست كود تبعي ثلاث ثلاثات والريزلت كود، هذا الريزلت كود هو جاي مع اكتيفيتي اور ريزلت، هذا جابه مع الكود، بدك تكتبه زي ما هو اكتيفيتي دوت ريزلت اوكي، يعني انه ضغط على اوكي خلص هناك فبيجي مع الريزلت اوكي، اذا الاثنين هذول مضبوطين ترو. طيب خذ الداتا من وين؟ من الانتنت، هاي الانتنت هي جاب لي اياها، جاب لي اياها في انتنت، هو جاب لي اياها في رساله، زي ما انا بعثت له رسالة هو رد عليها برسالة، الرسالة هذه طبعا صورة، فبالتالي بتجي من نوع بيت ماب، هي بيت ماب داتا اللي هي دوت جيت اكسترا، زي ما بناخد الداتا وبعدين جيت واعطيته الكي تمام، هذه الداتا اللي هي الانتنت صح ولا لا؟ مش دائما احنا بنشتغل بالطريقة هذه، لما انا ببعت انتنت تتذكروا في التطبيق الاول كنا نقول له اللي هو ايش جيت انتنت مظبوط، ما هي جيت انتنت هذه هي عبارة عن بترجع انتنت تمام، هاي الانتنت جاهزه مزبوط مزبوط، هذا الانتنت هي جايب لك اياها جاهزه تمام. فخلص من ضمنها بتقول له ايش جيت اكسترا، جيت اكسترا عشان انا بدي اخذ صوره دوت جيت وهاي داتا، فهذه بترجع صوره الميثود من نوع ايش؟ من نوع بيت ماب، هاي بيت ماب سميتها بي ان بي، بعدين حطيتها في الايمج فيو تبعي، هاي ايمج دوت ست ايش؟ ست ايمج بيت ماب، في ميثود اسمها ست ايمج دوت بيت ماب في الايمج فيو، واعطيته البيت ماب خلص، فبياخذ البيت ماب وبحطها في الايش في الايمج فيو. عاده احنا ايش بنحط الايمج فيو من وين؟ من اللي هو ايش؟ من الريسورسز، ست ايش؟ ست ايمج ريسورسز، وبعطيه ايش؟ بعطيه الدروبل الريسورس تبعه في الدروبل، الصوره ايش الاي دي تبعها وهي موجوده في الدروبل. الان انا بدي اعطي له احط صوره في الايمج فيو من خلال بيت ماب،
البيت ماب هذه جتني فنتنت من تطبيق اخر من الكاميرا، فهمت علي كيف؟ وحطيتها انا في الايمج فيو بس، لا اكثر ولا اقل. سمبل، سهله جدا، ما فيها اي شيء. تمام، فاهمين يا شباب؟ تمام يا دكتور. الحين يا دكتور البيت ماب بتخزن الصوره، بتخزن الصوره فيها البيت ماب. بيت ماب هذا نوع بيت ماب، يعني هو عباره عن اوبجكت. كلاس هذه بيت ماب، هو عباره عن اوبجكت من نوع بيت ماب. البيت ماب تقدر تخزن فيها صوره من نوع بيت ماب، يعني تقدر تكمل تخزن هنا. هنا مش حتخزن انتجر ريسورس، يعني انت بس يعني احنا كنا نتعامل مع صوره از انتجر، فالانتجر هذا هو ايش؟ هو الاي دي تبع الصوره اللي موجوده في دروبل، صح ولا لا؟ الحين انا هذه صوره كامله جايه، مش الاي دي تبعها، يعني هذه بيت ماب كامله، الصوره اجت من برنامج، لانه اجت من تطبيق الكاميرا واجت هنا، فانا حطيتها ايش؟ حطيتها في الايمج فيو. الايمج فيو بياخذ يا اما بيت ماب يا اما بياخذ ريسورس فايل اللي هو من الدروبل. يعني انت من كيف بتعبي الايمج فيو؟ دائما لما بدك تحط صوره في الايمج فيو بتحطها يعني من حالتين، يعني هنا يا اما الايمج بتقول له هنا ست ايش؟ ست ريسورس، ايوه تمام، ست ايمج ريسورس، عفوا ست ايمج ريسورس، وبتعطيه ايش؟ تعطي الاي دي تبعك اللي هو موجود في الدروبل الصوره، صح؟ دروبل تمام دوت، وبتديه اللي هو اسم الصوره. هاي انا اعطيته الصوره، هيك حيعطيني حيحط في الايمج فيو، تمام، اللي هو صوره من وين؟ من الدروبل اللي انت حطيتها. اي صور هذا الفولدر ممكن محتوي صور، هذا الفولدر في التطبيق تقدر تحط فيه تملي صور، وكل صوره اوتوماتيكلي حتاخذ ايش؟ حتاخذ انتجر اي دي. هي فهو بياخده بحطه، يعني اذا اعطيته الاي دي هنا هو بحطه في الايمج فيو من خلال الاي دي تبعه. بس انا هنا الصوره مش موجوده عندي في الدروبل فولدر، الصوره انا جبتها من الكاميرا، سمعت؟ يعني انا 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 تطبيق، تمام، تطبيقي بده يستخدم تطبيق الكاميرا في الجوال. شغل تطبيق الكاميرا، هيو هنا شغله، بعت له انتنت، قال له الاوبريتنج سيستم سجل لي، شغل لي برنامج الكاميرا، فراح شغل له اياه وبدا يشغل. قال اخذ صوره وضغط اوكي. مجرد ما ضغط اوكي ايش حيسوي؟ حيرجع التطبيق على تطبيقك. ليش؟ لانه انت مشغل الاكتيفيتي تبعت الكاميرا از اكتيفيتي فور ريزلت، از اكتيفيتي فور ريزلت، يعني مجرد ما انت اخذت الصوره فورا حيرجع لتطبيقك. انت لما رجع لتطبيقك انا كنت مستني بميثود اسمها اون اكتيفيتي ريزلت، يعني لما تيجي الريزلت من الاكتيفيتي ايش بتسوي؟ بتاكد انه هذا الكود هو هذا اللي انا جاي من الكاميرا، يعني هذا الموضوع، عشان اتاكد انه هذه انا رجعت من الكاميرا، لانه هيني راجع هنا من الفيديو عشان ما يخشوش على بعض هذول، صح ولا لا؟ انا هون الكود هذا عشان انا اعرف ان انا راجع من الكاميرا، من تطبيق الكاميرا وباخذ صوره، وهنا انا حطيته هنا في الايمج فيو، صح ولا لا؟ يعني الكود هذا مهم عشان انا اميز فيه كيف بدي اعرف ان انا جاي من عند الكاميرا ولا جاي من عند الفيديو، صح؟ صح، بندي له رقم عشان يميزه، عشان يميز. انا بقول له اذا كان هذا 3 3 معناته انه انا ماخذ صوره وجاي، معناته الانتنت فيها صوره من نوع بيت ماب. هيني انا عرفت بيت ماب وقلت له ايش؟ هيعمل لي كاستنج لبيت ماب من وين؟ من الداتا، هاي الداتا، يعني عشان نعملها هيك من اول وجديد نكتبها، بس بدي اياكم تفهموا الموضوع. هذا الموضوع عادي، يعني احنا المره الماضيه كنا نقول جيت انتنت، هي جيت انتنت مش كده؟ مظبوط، هاي الميثود كنا نستخدمها دوت جيت اكسترا، جيت اكسترا تمام، بتجيب لي الداتا اللي موجوده، مش كده ولا لا؟ اليوم طبعا انا ما بدي اجيب جيت انتنت، انا الانتنت جاهزه، هي عندي جايه، جاب لي اياها داتا، صح ولا لا؟ هيها بقول له داتا هذه فيها جيت اكسترا، جيت اكسترا زي كل مره، ما اختلف، جيت اكسترا دوت ايش؟ دوت جيت، عشان هنا صوره هذه دوت جيت، وديته الكي اللي انا ايش بعته، لما انا مش انا بعت كي هناك وينه؟ لا هو اوريدي اسمه داتا، اسم الكي داتا، مش انا اللي عامل الكي، هو اوتوماتيكلي عامل لي الكي، دير بالك الكي دائما داتا اسمه، كي دائما اسمه داتا. هذا برجع ميت باب، هذا برجع اوبجكت من نوع ايش؟ من نوع بيت ماب.
بيت ماب خلاص. يبقى بقول له ايش؟ بقول له بيت ماب سميها بي ام بتساوي بس هيك هذا الموضوع. فبالتالي اجت الصوره وتخزنت في بيت ماب، اعطيته البي ام اللي هو البيت ماب، حطيته وين؟ حطيته في الايمج، في الايمج فيو. الايمج فيو فيها ميثود اسمها سيت ايمج بيت ماب، زي اللي هو سيت ايمج ريسورس، تمام. بس هلا بنشوفها على الطبيعه لما تشتغل بنجرب بنرجع تاني. طيب موضوع الفيديو نفس الموضوع، هاي انتنت ميديا اكشن فيديو نفس الموضوع، هذه ايمج هذا فيديو، شغل لي الفيديو تمام. اعطيته كود مختلف. طيب قلت له ايلس، طيب اذا كان الكود 55 وبرضه الريزلت اوكي سجلت فيديو، هنا مش حيجيب لي اللي هو صوره، حيجيب لي اليو ار اي. يو ار اي يعني الادرس تبع مين؟ تبع الفيديو. مش حيجيب لي فيديو كامل، حيديني بس العنوان تبع الفيديو، العنوان تبع الفيديو. انا بعطيه لمين؟ للفيديو فيو. هذا الفيديو فيو ما بتحملش فيديو فايل، بتعطيه ادرس، انت بتعطيه ادرس وهو بشغل لك اياه بعدين، زي بالخلال الميديا بلاير تبع الاندرويد تمام. بس هو حيكون الفيديو وكانه موجود في تطبيقك، يعني مش حتشوف شيء، يعني ما حدش حيشوف الميديا بلاير تبع الفيديو، لكن انت هتكون عارف انه هذا الفيديو مش مخزن في تطبيقك، هو موجود في اوتوماتيكلي في الجاليري، وهو جاب الادرس تبعه تمام، جاب الادرس تبعه ومن خلال الادرس تمام انت شغلته خلاص. هو حيحط لك اياه في الفيديو فيو اللي موجود عندك وبعدين بشغله تمام. خلينا نشوف التطبيق بس وبعدين بنرجع تاني. شغل البرنامج. طبعا الاميوليتور هنا ما فيش فيه كاميرا وكذا يعني، بس في كاميرا تخيليه انت يعني بتعرفها عشان انت تستفيد من هذا التطبيق. بامكانك تشغل تعمل ران للتطبيق هذا على جوالك وتشوف كيف اشتغل التطبيق، يعني تشوف انه تطبيقك كيف استخدم تطبيق الكاميرا وجبت صوره على تطبيقك عشان تقدر تستفيد منه اكثر. شغله على تطبيقك على جوالك عفوا تمام. هاي لو بدنا ناخذ صوره تمام. هلا هنا مجرد ما انا اخذت صوره شغل تطبيق الكاميرا، هيو شغل تطبيق الكاميرا تمام. هاي تطبيق الكاميرا وكانه هذه صوره، بقول لك وكانه صوره. لما تضغط على هذا هيو اخذ ايش؟ اخذ صوره وكانه تمام. هيك اخذ صوره، بعد ما اخذ صوره تضغط صح تمام، برجع على تطبيقك بحطها هاي. مفهومه؟ واضحه شباب؟ دكتور فصل عند النت بالغلطه. ماشي ماشي، لكن واضحه تمام دكتور، واضحه. طيب لو انا بدي اخذ فيديو هروح انا اشغل، اضغط على زر الفيديو هنا هشغل الكاميرا بتشغل فيديو. هاي هنا بدا الفيديو يشتغل. هلا هاي الفيديو صار يشتغل على اعتبار انه الفيديو شغال، هذا على اعتبار انه الفيديو شغال تمام. يعني هاي قاعد بسجل فيديو تمام. هلا خلص الفيديو، سكرنا، عملنا تسكير. هلا اضغط صح، هاي الفيديو اجى هنا. هلا اضغط على هذا بده يشتغل الفيديو، بس مش حيبين هلا هنا لانه هذا شو اسمه ايميوليتر تمام. انت بامكانك تجرب هذا التطبيق كامل عندك على الجهاز، انت بتجربه بكون شغال 100%. يعني لما تضغط هنا حيشغل لك فيديو، صور فيديو من البيت من عندك وحتلاقيه. لما تضغط حتلاقي الفيديو شغال، اشتغل. يعني لما تضغط بس ضغطه، اعمل تاتش عليه بيشتغل، اعمل تاتش عليه بقف. فهمت كيف؟ يعني هذا فيديو صار وكانه موجود وين؟ في تطبيقك. لكن انت من وين؟ انت سجلته من خلال الايش؟ من خلال الكاميرا صح؟ طبعا هو الاكتيفيتي تبعت الكاميرا او الاكتيفيتي تبع الصوره، يعني انت بس الاكتيفيتي ما شغلت التطبيق كامل. فبالتالي يعني وكانها وكانه هاي صارت في تطبيقك. يعني هذه الكاميرا زي ما انت شايف، هنا انا اخذت صوره وهنا وكانه التطبيق تبع الاكتيفيتي تبعت الكاميرا موجود ضمن تطبيقي انا، مع اني انا مستخدمها تمام. وهي جبنا الصوره، فهمتوها كيف؟ مفهوم يا شباب؟ تمام يا دكتور تمام. تمام. الان عشان بدنا نقوم نصلي المغرب، تقريبا المحاضره حتخلص، ناخذ فيديو واحد اليوم بس. حناخذ الان اشرح اللي هو
اللي هو الباك ميثودز، جميع الباك ميثود اللي موجوده في الاكتيفيتي. تمام. وانتو قبل ما نخلص بدنا نرجع في شغله في المانيفست لازم كنا ناخذها بالاول. شوفوا شباب، كل الاشياء اللي انت بتعملها، يعني انت لما بتيجي بدك تشغل بدك تشغل اي برنامج مثلا، يعني عندك التليفون هنا لازم تحط بيرميشن خاصه بالتليفون، لازم تاخذ بيرميشن، يعني لازم تاخذ صلاحيه انه التطبيق بده يستخدم ايش، بده يستخدم الفون، واليوزر لازم يعرف فيها. تمام، لازم اليوزر يعرف فيها. يعني هنا من وين تجاب هذه، هنا بيرميشن بسموها هاي صلاحيات، وانا لما بدي استخدم الكاميرا لازم اخذ صلاحيات، فانا عشان اخذ صلاحيات لازم انا اضيفهم في المانيفست. هنا بنضافوا الصلاحيات في المانيفست في هاي المنطقه. تمام، كيف بعمل هاي؟ بحط تاج هنا بقول له ايش، بقول له uses فيتشر او بيرميشنز، يا اما فيتشر يا اما بيرميشن حسب اللي انت بدك اياه. اذا بدك الكاميرا بتقول له فيتشر، بدك بيرميشن uses. تمام، بيرميشن، في بيرميشنز لكل شيء، هنا في بيرميشن لكل شيء. مثلا انا بدي بيرميشن للواي فاي، مثلا بدي بيرميشن للتليفون، هاي كول فون، عشان بدي اتصل تليفون، هاي كول فون عشان بدي اتصل تليفون، فبدي استخدم تطبيق التليفون، فلازم اخذ بيرميشن، احط البيرميشن هاي وين في التطبيق تبعي. هم كلهم موجودين بس بدك تختارهم. يعني هذه البيرميشن انا استخدمتها للكاميرا، وهذه استخدمتها برضو للكاميرا مرة تانية. ماشي، على أساس أنه أنا أقدر أعمل فوكس. تمام، فهدول مهمات جدا لما أنا بستخدم الكاميرا، هدول لما أنا بدي أستخدم التلفون. خلاص، يعني أي شغلة بدك تستخدمها أحيانا لازم يكون فيها بيرميشن، اللي احنا بناخدها بنقول لك عن البيرميشن. تمام جماعة؟ تمام يا دكتور. تمام. الآن بدنا نرجع تاني لل، هذول بدي أحذفهم شوية، ما صاروا موجودين في الفيديو، يعني تقدر ترجع لهم، فيش مشكلة. هاي الأونكرييت، هذه الأونكرييت. هلا في عندنا ميثودز أخرى اسمها مثلا أون بوز أو أون ستارت. هاي اون ستارت، شايف هذه الميثود اسمها اون ستارت، هاي باك ميثود بسموها. طيب وهون اون ريسيوم، تمام، برضو هاي باك ميثود. ماشي، اون ريسيوم، في عندك اون بوز يعني عند التوقف، اون بوز. تمام ماشي، وفي عندك اون ديستروي او اون ستوب، اون ستوب لما تقف الاكتيفيتي. في عندك هنا اون ديستروي لما تطلع من الاكتيفيتي. تمام، هذول كلياتهم باك ميثودز. ممكن انت بتحط الكود اللي بدك اياه هون في المنطقه هذه. تمام، في اون ريستار يا دكتور، يعني اون ستارت متى ما يعني اذا انت بدك كود يشتغل في حاله ما تكون الاكتيفيتي اون ستارت. اون ستارت الاكتيفيتي بتدخل في مراحل، الها لايف سايكل، الها دوره حياه. الاكتيفيتي شو دوره حياه الاكتيفيتي؟ تمام، اجيب لك اياها. تمام، الاكتيفيتي لايف سايكل، هاي دورة حياة الاكتيفيتي. شايف الصورة هذه؟ خليني بدي اكبرها. جايب لي فيديو، شو بدي في الفيديو انا؟ دي صورة.
تمام. ما تكون شاهد في فيديو برضو. تمام، هذه الاكتيفيتي لايف سايكل شايفينها. انت لما بدك تشغل اكتيفيتي اول شيء دائما ايش اون كرييت، هذه هي اون كرييت صح ولا لا؟ هذه بنفذ هو الاون كرييت، بعدين بعد اون كرييت بشويه بنفذ اللي هو اون ستارت. اون ستارت يعني هو اول ما يشغل اكتيفيتي اون كرييت، يعني بتقدر تقول مجرد ما انت شفت الاكتيفيتي هيك صارت خلص اتكريتت، بعدين بنفذ الايش اللي هو الميثود اون ستارت. اذا انت بدك كود يتنفذ بعد ما الاكتيفيتي تكون كرييتد، بتحطه وين؟ بتحطه الكود هذا في الاون ستارت. تحطه وين؟ في الاون ستارت، شايفين؟ تحطه هون. اذا انت بدك كود معين، اذا انت بدك كود معين يشتغل فور ما انه الاكتيفيتي تكون كرييتد وظهرت على الشاشه، تمام؟ فبتقدر انت تحطه هنا، تمام؟ يعني انا بقول لك متى حتتشغل هذه الميثود. هي حتتشغل اذا انت مش مستخدمها خلاص معناته مش حتشتغل، لكن اذا انت استخدمتها حتشتغل وحيتنفذ فيها الكود. فهمتوا علي كيف؟ تمام. نفس الشيء هنا اون ريزيوم، بعد الاون ستارت بلحظه بينفذ ايش؟ بينفذ الاون ريزيوم. اون ريزيوم بعدين بيجي اللي هو اون بوز، التوقف. لما انت تسكر الاكتيفيتي في اون بوز بالاول، بيعمل بتنفذ كود، بعدين اون ستوب، بعدين اون ديستروي. يعني مش على طول ورا بعض، يعني ممكن تحط فترات. انت وانا بطلع من التطبيق احيانا انا رحت على تطبيق الكاميرا، تطبيقي صار في حاله اون بوز، بدي يكون انا في كود يشتغل في حاله لما انا يصير توقف، انا ما بشتغل على التطبيق، صار في حاله اون بوز التطبيق، تمام؟ في حالة ما أنا رحت على تطبيق الكاميرا، طيب في حالة ما رحت على تطبيق الكاميرا قبل لا أرجع بدي يصير إشي، فأنا بقدر أكتب كود معين يصير في حالة وأنا في حالة الأون بوز، تمام؟ نفس الإشي الأون ستوب ونفس الإشي الأون ديستروي، ماشي؟ في كمان هنا أون ريستارت، الأون ريستارت بتيجي بعد ستوب، أون ستوب، يعني أون ستوب بعدين أون ريستارت بعدين ترجع إيش؟ أون ستارت. اون ريستارت بعدين اون ستارت بترجع، ترجعش اون كرييت، تمام؟ يعني لو انت رحت على تطبيق الكاميرا بترجع من عند اون ستارت، ترجعش اون كرييت ثاني. فهمت علي كيف؟ يعني برجعش كرييت الاكتيفيتي لانه الاكتيفيتي اصلا كرييتد وموجوده في الميموري، فبرجع من عند ايش؟ برجع من عند اون ستارت، برجع من عند اون ستارت، بس بشغل كود اللي موجود بالاون ريستارت بالاول، يعني هشغل الكود الموجود في الاون ريستارت وهشغل الكود اللي موجود في الايش؟ في الاون ستارت، خلاص؟ اذا انت في يوم من الايام احتجت في تطبيقك انك تعمل هيك فانت ممكن تستفيد من الحركه هذه. هذا الموضوع اسمه اكتيفيتي لايف سايكل، دوره حياه الاكتيفيتي، دوره حياه الاكتيفيتي، تمام؟ بس في حد عنده سؤال يا شباب قبل ما ننهي اللقاء؟ تمام يا دكتور. طيب انا بدي اقول لكم شغله مهمه، هلا حينزل واجب، حينزل واجب اليوم وانت وظيفتك ان الواجب هذا تعمل التطبيق اللي انا عملته وتسجل لي دقيقه بس، توريني هيك يعني تعمل لي كده بس دقيقه فيديو، تسجل فيديو من الشاشه تبعتك، تعمل لي تضغط هنا يفتح موقع زي ما هو تطبيقي بيسوى، هيو فتح موقع الكلية، ماشي ها؟ ويفتح لي موقع الكلية، تمام؟ هيو فتح موقع الكلية، في نت هنا في الاميوليتور، تمام؟ ممكن انت يكون في تطبيقك، وتطبيقك في نت، مثلا هيو فتح موقع الكلية، بدي ارجع من هنا، بدي ارجع على تطبيقي أنا، تمام؟ هيني رجعت على تطبيقي، اتصال بدي اتصل في تلفون معين، هيني بدي شغل لي تطبيق الايش؟ تطبيق الهاتف، خلاص؟ فانا ممكن انا احذف او اتصل مباشره او اطلب رقم جديد وبرجع على وين؟ على تطبيقي، هيني رجعت على تطبيقي، تمام؟
الكونتاكت هاي فتح ملف الكونتاكت هون هاي الكونتاكت بس عشان ايميوليتر هو عمل لي هيك هاي الكونتاكت تمام. تطبيق خارجي اعمل لي تطبيق خارجي بدي توريني في تطبيق اخر توريني اياه قبل ما تيجي يعني يكون في تطبيق اخر وتشغل اكتيفيتي منه من تطبيق اخر يعني في احنا المفروض عملنا هيك يعني احنا اخذين تطبيقات قبل كده موجودة على الجوال تمام شغل لي اكتيفيتي من تطبيق اخر وريني انه هذا تطبيق اخر خلاص يعني عم استخدم انه اكتيفيتي في التطبيق هذا نفسه خلاص تمام وهذا نفس الشيء شاشة داخلية من ايش من التطبيق نفسه هاي اكتيفيتي من التطبيق نفسه بس شغلتها من خلال اكشن نيم تمام وهي الصورة وهي الفيديو جربناها خلاص تمام شباب تمام يا دكتور رجاء تمام الفيديو لمدة دقيقة مدته بس دقيقة واحدة على السريع وتبعت لي على اساس انا بدي احط لك درجة عليه 10 علامات على الواجب هذا المحاضرة ضايل علينا يا شباب احنا ضايل علينا في الاندرويد شغلتين ضايل ناخذ المنيوز اللي هي القوائم انه كيف بدنا نحط هنا قوائم ونضغط ويجيني قائمة او يعني اعمل قائمة منيو سموها اوبشن منيو ولو في انا بدي اعمل منيو اللي هو بسموها كونتكست منيو على المحتوى يعني لو انا بدي اضغط ضغطة مطولة على الصورة تجي لي منيو اختار منها شغلة تمام يعني ممكن تستفيد منها بدل الديالوج وانت تضغط مطول بيجيك فيديو بيستخدمها في بعض التطبيقات في منها يعني في ناس بيستخدموها بالتطبيقات بعد هيك بعد ما نخلص المنيوز حناخد اللي هو الاسكيولايت اللي هي قاعدة بيانات قاعدة بيانات موجودة على الديفايس وحنعمل تطبيق كبير في قاعدة بيانات نخزن فيه ونحذف منهم الى اخره يعني كيف بدك تعمل تخزن بعد هيك حطلب انا تعملوا لي مشروع للمساق المشروع للمساق حيكون تطبيق كبير خلاص تمام بنكون هيك خلصنا المساق ان شاء الله طبعا في اندرويد 2 بس الاندرويد 2 مش الكم يعني انتم مش مقرر عليكم اندرويد 2 ف يعني بتكونوش انتم اخذتوا كل الاندرويد في هذا الكورس يعني في سيرفيس ممكن انت طبعا انا حطيتك على السكه يعني البيانات اللي انت بتكون حتاخدها في هذا الكورس بتقدر تعمل منها تطبيقات وتبيع عادي فيش مشكلة لكن بضل عليك انه كيف تاخد الثريد والسيرفيس في الاندرويد هاي انا علمتك لكن انت ممكن انت تطور حالك من خلال اليوتيوب من خلال هاي بتصير انت تقدر تعمل تشوف السيرفيس تتعامل مع السيرفيس لانه في تطبيقات احيانا بتطلب انك تعمل سيرفيس فيها تمام لكن احنا موضوع السيرفس مش هنقدر ناخده لانه هذا موضوع طويل وهذا له اندرويد ثانيه يعني اندرويد 2 السيرفس هتاخدها في اندرويد 2 لكن هنا في اندرويد 1 بامكانك انت طبعا اللي انت اخذته في اندرويد 1 يكفي لانك تعمل تطبيقات بزنس وتبيعها ان شاء الله طبعا هذا اللي حتى لو ما تقدرش تعمل هيك الا لما تاخذ قواعد البيانات لازم تاخذ قواعد بيانات تعرف انه كيف تكريت قاعده تنشئ قاعده وتخزن فيها بيانات على الديفايس تمام زي مثلا الفيسبوك تطبيق الفيسبوك الواتساب كل الاشياء